معانا حاج عامر واحده واحده كده. الدوري هيخلص امتى؟ لا برضه من الصعوبه ان انا اقول لك الدوري يخلص امتى، لان ده متوقف على نادي الزمالك. لو نادي الزمالك ان شاء الله ربنا وفقه وصل للدور النهائي، هيبقى عنده هو هيبقى هيلعب 3 مباريات الفتره الجايه، هتفضل 4 مباريات. 4 مباريات دولت مش هتقدر برضه تحط له مباراه لو وصل النهائي، مش هتقدر تحط له مباراه وسط المباراتين، لان برضه هيبقى كل الاتجاه العام في اتحاد الكوره وخارج اتحاد الكوره ان احنا نريح نادي الزمالك من الحد للحد في المباراتين بتوع النهائي. وبالتالي بعد المباراتين بتوع النهائي هيبقى عندنا يوم 26، وهيفضل 4 مباريات لنادي الزمالك، واحنا المفروض نوقف الدوري يوم 3/6 عشان المنتخب هيتجمع 6/6. يعني ختام الدوري متوقف على نادي الزمالك. متوقف على نادي الزمالك. طيب بدايه الدوري بدايه الانديه، انما في انديه كتير ممكن ما لهاش ارتباط بمباراه نادي الزمالك. بالظبط. هتخلص قبل البطوله ان شاء الله، قبل بطوله امم. تمام. طب بدايه الموسم الجديد ان شاء الله هيكون امتى يا حاج عامر؟ متوقف على النهايه. يتوقف على النهايه. على يعني النهايه. يعني انت لو انت خلصت قبل امم افريقيا هيبقى انت ممكن تبدا في اوائل 8 البطوله. بطوله الدوري الجديد. لو خلصت بعد نهايه بعد بطوله امم افريقيا اللي هي تنتهي 19/7. هتضطر طبعا انك انت هتخلص في نص 8. فبالتالي هتبدا على الاقل 45 يوم. يبقى عندك هتبدا في شهر 10.